نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت وفاة صاحب فكرة تحدي دلو الثلج. توفي صاحب فكرة تحدي دلو الثلج الشهير الذي نال شعبية كبيرة حول العالم خلال العام الماضي عن عمر يناهز 46 عاما حسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية. وصارع أنتوني سينيريتشيا الابن مرض التصلب الجانبي الضموري لمدة 14 عاما، كما عمل جاهدا لزيادة التوعية بالمرض عالميا. إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت هذا جديد واتساب لمستخدمي آيفون فقط. في تحديث جديد طرحته منصة التراسل الفوري واتساب لتطبيقها المخصص لنظام iOS، بات بإمكان المستخدمين تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب داخل التطبيق نفسه، وعند تلقي رابط لمقطع فيديو ضمن يوتيوب النقر عليه لتشغيل الفيديو ضمن واتساب نفسه، بينما كان يتم سابقا فتح الفيديو عبر تطبيق يوتيوب أو متصفح الويب. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت أبل تزود هواتف آيفون المقبلة بمعالجات أكثر كفاءة تطيل عمر البطارية. ظهرت عدة تقارير تشير إلى جهاز آيفون المقبل من أبل، وذلك بفضل المحللين والتسريبات. وحديثا نشر موقع نيكي تقريرا يشير إلى أن الشركة الأمريكية ستدعم هواتف آيفون المقبلة بمعالج جديد كليا أكثر كفاءة. وإلى صحيفة الوطن التي عنونت غلالة كبريتية لخفض حرارة الأرض، بدأت البراكين تلعب دور المختبرات الطبيعية، إذ يفكر العلماء في إمكان قيام الحكومات بصنع غلالة من ثاني أكسيد الكبريت على ارتفاع كبير فوق سطح الكوكب. وذكرت تقارير علمية أن علماء المناخ يتابعون ثورة بركان في جزيرة بالي الإندونيسية للوصول إلى أفكار تمكنهم من الحد من ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم.